الوالي تاع وهران ولا يخرج من الوالي تاع فلان ولا يخرج من 10 تاع السيارات. السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي، صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. سجن شيخ ولا نقدر نقولوا امام مسجد بولايه وهران بسبب خطبه الجمعه. تبعوا معنا غادي نشوفوا واش تكلم هذا الامام في خطبه الجمعه، وايضا غادي نشوفوا الرد من جزائري على واش صرا لهذا الامام. ما تنساوش خوتي في الاولى لي لايك البارطاج، اللي ماش مشترك يهبط يشترك ويفعل زر الجرس. خوتي العزاز، قبل ما نبدأ في هذا الفيديو، اللي ماش مشترك يهبط يشترك ويفعل زر الجرس، وطلعونا الفيديو بلي لايك مع البدية خوتي باش يطلع الفيديو وتوصل الرسالة تاعنا. نبدأ مباشرة في الأولى، غادي نشوفوا واش تكلم إيمان في خطبة الجمعة، وبعدها نشوفوا الرد من الجزائري. تابعوا معنا بسم الله. يخرج الوالي تاع وهران ولا يخرج من الوالي تاع فلان ولا يخرج من 10 تاع السيارات. ديفويكي خارجي، شكون انت؟ هذه في خطبة الجمعة، هذا الإمام راه يتكلم للناس في خطبة الجمعة، وسمعتوا واش قال؟ قال لكم يخرج الوالي ولا يخرج ما على باليش شكون ب10 سيارات. عاودوا سمعوا مجدي. يخرج الوالي تاع وهران ولا يخرج من الوالي تاع فلان ولا يخرج من 10 تاع السيارات. ديفويكي خارجي، شكون انت؟ شكون انت باش تخرج ب10 سيارات؟ منتدب مالي، منتدب ولا رئيس بلدية ولا رئيس دائرة ولا والي ولا وزير، شكون انت؟ شكون اللي خول لك؟ ما تمشيش على كرعيك، ما تمشيش. كانوا ناس نعرفوا، ناس ولات كان مين يخرج؟ يخرج معاه كاع ليكزيكيوتيف، يخرج يجيب لهم الطويطة. بعثوا خوتي قال لكم يخرج والي ولاية وهران ولا والي آخر ولا رئيس بلدية ولا أمير ولا يخرج ب10 سيارات. قال له شكون انت؟ يعني راه يقصد لازم على والي ولا يخرج نورمال كيفاه كيما الناس. على حسب ما فهمت من كلامه، زيدوا تبعوا. والله لا نعرفوهم، نعرف ولات احنا في وهران، نتكلم على وهران، كنا عايشين مع ولات. كي يخرج يخرج كاع ليكزيكيوتيف، قال براسه الوالي مليح ماشي مليح، انا ماشي مهم انت، ولكن كان يخرج يفتر. انت والي تاع 4 دو ما تسواش فرنك، تخرج 10 تاع السيارات، تخرج معاك وتكون معاك الامن وتكون معاك كذا، جبت الاستقلال الجزائر هذا. الله لا يردك، واحد كيما هذا الله لا يرده، الله لا يخليهم في هذه المناصب هذه. سمعتوا خوتي قال لكم حنا نعرفوا من قبل ولات كانوا في وهران، كي يخرجوا معاهم، راكم فاهمين يعني يخرجوا كومبلو. وايضا الوالي تاع وهران قال له شكون انت؟ قال له ما تسواش فرانك، قال له انت اللي جبت الاستقلال البلاد باش تخرج وتخرج معاك 10 الوطا. زيدوا تبعوا، زيدوا. الله يقلعها من هذه المناصب كما ربي يقلع الجذره تاع 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 الشجره هذيك اللي يقلعها، ويستفتح من فوق الارض ما لها من قرب. اللهم استفتح يا رب العالمين هذه المناصب هذه، ويجيب لنا ناس طيبين في مكانها. والله كي يكونوا ناس طيبين يسيروا المال العام هذا، اقسم لكم بالله ان الجزائري هذا غادي يستغنى بلا حدود بلا حساب. بصح مادام هذه السلوكات هذه 500 مليار في 4 اشهر تروح، 500 مليار تروح تضيع، ياكلوها ويخونوها، ومن بعد يقول لك كيجي اول نوفمبر ولا يجي 5 جويليه يخطبوا علينا، يكثروا علينا الخطابات، يكثروا علينا. الامام كما سمعتوا كان يدعي وقال لهم ان شاء الله يخرج علينا هذو الخيان ويجوا في بلاصتهم رجال باش يحكموا نيشان، باش هادو الدراهم ما يروحوش البطل. يعني قال لهم راهم يظلوا يخونوا، ومن بعد كيجي واحد نوفمبر ولا يقول لك باللي لا رانا نديروا احتفالات كامل. زيدوا تبعوا. خاصنا خطابات، خاصنا الناس يخدموا البلاد ويخافوا ربي سبحانه وتعالى. بعثوا خوتي يعني في الاخير قال لهم ما خصناش خطابات، يعني ما تاكلوش الدراهم وتجي واحد نوفمبر ولا تجوا تخطبوا علينا وكامل. قال لهم خاصنا رجال يحكموا البلاد نيشان ويقفوا مع البلاد ويخدموا البلاد، وهذه اللي رانا باغيينها كامل الشعب الجزائري. حنا خاصنا رجال يوقفوا مع بلادنا ويكونوا رجال ايضا مع بلادهم، ماشي راكم فاهمين. زيدوا تبعوا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا الله، مالك؟ أسر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. 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 الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله. المهم كما سمعتوش تكلم هذا الشيخ ولا الإمام تاع هذا المسجد في صلاة الجمعة بولاية وهران، هذا هو الكلام اللي قاله وعلى جاله دخل للسجن، يعني بعد ما تكلم على الوالي بهذه الطريقة. هو واش قال في الأولى؟ قال لكم باللي رانا نشوفوا باللي الولات راهم يخرجوا بعشر سيارات معهم في هذا الوقت. قال لكم باللي أيضا كنا نشوفوا من قبل الولات كي يخرجوا معهم أمة محمد، راكم فاهمين خوتي. وأيضا قال لكم باللي ربي يدي علينا هادو الناس اللي راهم يخونوا في بلادنا واللي راهم ياكلوا في الدراهم ويجيب لنا رجال يخدموا البلاد. هذا واش تكلم هذا الامام في صلاة الجمعة، يعني في خطبة الجمعة خوتي، ما تكلمش حاجة اخرى خاطية. بصح بسبب واش تكلم في خطبة الجمعة راه دخل للسجن خوتي مباشرة، على حسب الاخبار اللي راهي تقول باللي هذا الشيخ دخل للسجن بسبب خطبة الجمعة، ماشي أنا اللي قلت خوتي. المهم بعد ما سمعنا واش تكلم غادي نشوفوا أخونا جزائري، هو غادي يوضح لنا كامل واش صرا مع هذا الإمام. تبعوا معنا. يخرج الوالي تاع وهران ولا يخرج من الوالي تاع فلا ولا يخرج بعشرة تاع السيارات دي فيكي خارجي، شكون أنت؟ شكون أنت باش تخرج بعشرة السيارات؟ منتدب مالي منتدب ولا رئيس بلدية ولا رئيس دائرة ولا والي ولا وزير، شكون أنت؟ شكون يخول لك؟ ما تمشيش على كرهيك، ما تمشيش. كانوا ناس نعرفوا ناس ولات كان مين يخرج معاه قال اكزيكيوتيف يخرج يجيب لهم طويطة. والله لا نعرفوهم، نعرفوا ولات احنا في وهران، نتكلم على وهران، كنا عايشين مع ولات كي يخرج قال اكزيكيوتيف قال براسه الولي مليح مليح انا مشي مهم تاعك، يجيب لنا ناس طيبين في مكان. والله كي يكونوا ناس طيبين يسيروا المال العام هذا اقسم لكم بالله ان الجزائري هذا غادي يستغنى بلا حدود بلا حساب. بصح مادام هاد السلوكات هذه المهم هذا هو الكلام تاع الامام اللي كنا نسمعوا فيه شويه في الفيديو الاول. بصح حنا شاهدنا كامل الفيديو، هذا الجزء من الكلام اللي تكلمه الامام في خطبه الجمعه هو اللي بسببه دخل الامام للسجن، ماشي كامل كلامه اللي تكلمه في صلاه الجمعه خوتي. زيدوا تبعوا واش غادي يتكلم خونا الجزائري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا الشيخ الغوثي يعني تكلم في درس الجمعه ما راه منكرا في ولايته فقال ما قال. رساله الى الذين يقولون ان الائمه يعني لا ينكرون المنكر ولا يقولون كلمة الحق، ها هو قد قال كلمة حق ورأى منكرا فغيره بلسانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. ها هو قد غير، شكون راح يوقف معاه الآن؟ شكون اللي راح ينصره؟ شكون اللي راح يوقف معاه في القضية تاعه؟ المهم أنا كجزائري ولا خوتي الجزائريين اللي تكلموا من قبل على الأئمة ما كناش نقصدوا كامل الأئمة تاع الجزائر، حنا كنا نقصدوا هذوك الأئمة اللي كانوا يقولوا بلي لا لي فتنة، المروك تهاجم فينا ليل ونهار ويجوا يهاجموا فينا حنا ويقولوا لا لي فتنة. حنايا على بالنا بلي كاين أئمة وشيوخة ملاح في الجزائر ونحترموهم اللهم بارك، بصح بالنسبة للآخرين اللي راهم يهاجموا فينا ليل فتنة وكامل ويشوفوا المروك تعادي فينا ليل ونهار، حنايا كنا نهضروا عليهم. كنا نفهموا فيهم باللي رانا ندافعوا على بلادنا، هذا مكان ما رانيش نديروا فتنه وحنا ما رانيش اهل تاع فتنه. المهم زيدوا تبعوا خوتي. اخبار تقول بانه هو راهو في السجن الان، اخبار الله اعلم، لكن قد ضيق عليه، من سيقف معه؟ من هذا اللي تعلموا بانه حنايا عندنا لسان فقط ولا احد يقف معك في الواقع. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفرج عنه وأن يجعله صدعا بالحق، يعني منيرا للناس، فالله المستعان. المهم كما سمعتوا واش تكلم خونا في هذا الفيديو على إمام ولاية وهران خوتي، هذا الإمام كما شفتوا بعد ما تكلم هذا الكلام في خطبة الجمعة مباشرة دخلوه للسجن. الإمام واش قال في هذا الجزء الصغير من كلامه؟ قال باللي هادو الولات راهم يخرجوا بعشر سيارات، ماشي غير ولاية وهران، تكلم على كامل الولات كما سمحتوا في كلامه. وايضا قال باللي لازم لنا رجال يخدموا هذه البلاد، وايضا قال باللي كاين اللي راهم ياكلوا دراهم ومن بعد كيجوا الاحتفال تاع واحد نوفمبر ولا يجوا يقعدوا يخطبوا علينا. هذا واش تكلم الامام مباشرة بعد هذا الكلام، يعني بعد خطبة الجمعة دخلوه للسجن. وايضا كما شفتوا خونا قال لكم في هذا الوقت ما كاش اللي غادي يوقف معاه، وكنتوا تقولوا بلي الائمه مينهوش على المنكر وراكم تشوفوها وامام نهى على المنكر ودخلوا للسجن مباشره. حنا ايضا شفنا من قبل امام في ولايه وهران نهى على المنكر، واش داروا له؟
حبسوه عن الخدمة تاعه، وبعد ما ناض معاه الشعب الجزائري ردوه للعمل تاعه. يعني هذا الإمام ما غاديش يكون وحده، يعني أنا راني متأكد باللي ربي سبحانه غادي يكون معاه، وأيضا الشعب الجزائري الرجال ما غاديش يطلقوه وحده خوتي، يعني غادي يوقفوا معاه، وإن شاء الله إذا راه في السجن يخرج من السجن، وإن شاء الله أيضا إذا حبسوه من الخدمة يرجع الخدمة تاعه عادي، لأن احنا في بلادنا كجزائريين ما نبغوش اللي ينحقر وما نبغوش اللي ينظلم، بالتالي يعني احنا رانا ضد الحقرة وضد الظلم في بلادنا، يعني احنا ما راناش من الناس اللي يركعوا ويبوسوا ويقولوا عاش، بالتالي هذه هي. المهم احنا نتمنوا الخير لهذا الإمام، ونتمنوا باش يرجع سالم لأهله، هذا ما كان خوتي. المهم أي حاجة احنا رانا مع كلمة الحق، بالتالي احنا دائما واقفين مع الحق، ما راناش مع الناس اللي عندهم مكامل، لا، احنا اللي كان إمام راه على حق رانا واقفين معاه، لكن الوالي راه على حق رانا واقفين معاه، بالتالي حنا مهم ايضا كشعب جزائري ما راناش باغيين نخيف في بلادنا، رانا باغيين الرجال اللي يكونوا واقفين مع بلادنا، بالتالي هذه هي. المهم وصلونا هذا الفيديو، لي لايك البارطاج، اللي ماش مشترك اهبط يشترك ويفعل الزجاج. شكرا كامل الناس اللي تبعوا معنا الفيديو حتى النهايه، اللي ماش مشترك في القناه الاولى غادي تلقوها في صندوق الوصف، مرحبا بكم كامل خاوتي، شرفونا فيها، وما تنساوش حساباتي الشخصيه انستغرام تيك توك لاباج على فيسبوك، غادي تلقاهم في صندوق الوصف. ان شاء الله نتلاقاو في حلقه جديده. سلام.